فعلا بحضراتكم من جديد وملف مهم جدا. يعني بعد المباراه كان في مؤتمر صحفي تقريبا شوط ثالث من المباراه تخطى ال 35 دقيقه، يعني ان لم تخني الذاكره كان موضوع طويل جدا. وانا بالنسبه لي موضوع المؤتمرات الصحفيه دي موضوع انا بشوف انها بتسبب مشاكل كتير جدا للمديرين الفنيين، وما اعرفش هل هو بيكون امر مفتعل ان احنا نسال اسئله بره ال 90 دقيقه، او ان نسال اسئله تستفز المدير الفني فيبدا يكون في ترافيك على نقل الامر خلال المواقع، ولا القصه اننا بالفعل لا نمتلك صلاحيات فكره اداره المؤتمرات الصحفيه. احنا جايين نقول الكلام ده النهارده مع مدير فني منتخب مصر، مش مع المدير الفني للنادي الاهلي، لانه لما نتكلم عن المدير الفني للنادي الاهلي البعض هيقول عشان دي قناه فئويه فبتتكلموا من خلال المدير الفني. لا، ما حدث بالامس مع كيروش اللي تجاوزه بذكاء من كيروش امر لازم يحتاج وقفه مع المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات. نطلع نشوف جزء من مؤتمر كيروش عشان عندنا تعقيب مهم جدا. مدرب بيسالك يعني بيقول لك انت شفت المباراه حضرتها؟ ممكن تسال الجميع. خلاص يا احمد، احمد I'm asking you if you احمد درويش بعدين درويش don't argue with me because if you argue with me I don't answer. المدرب بيقول لك لو سمحت لو سمحت. Okay, another question please. السؤال الاخير يا جماعه. With full respect. Simple like that. أنت بتسأل السؤال باحترام والمدرب بيقول لك أنا بجاوبك بأقصى احترام. I respect you. بالاحترام. My question أنت is very simple. يعني كان سهل، الحاجة كانت بسيطة جدا. وقت ما المدرب سأل الراجل اللي سأل قبل كده وقال هل أنت حضرت المباراة؟ بيقول لك لأن كان لازم يشوف الفريق اللي كان موجود في المباراة. And when we play against one team that ever qualified like Senegal, sometimes you attack, sometimes you defend. This is part of the game. وطبيعي ما أنت بتلعب قصاد فريق زي السنغال. If he doesn't understand this question, بيبقى في وقت إن إحنا نهاجم ووقت إن إحنا بندافع، الفريق عنده كفاءة. It's better to go off. ولو مش هيفهم هو السؤال ده بالشكل ده يبقى كان أفضل إن هو يطلع بره. With the professionals. Technical options in the game. اوكي، بالنسبه للاختيارات الفنيه في المباراه، المدرب وظيفته ان هو ياخد قرارات في اختيارات اللاعبين. Win games. يفوز منها بالمباريات. Your job is to criticize my job. ووظيفتك هي انك انت تنتقد وظيفتي انا. المدرب بيقول يا جماعه عمره ما ناقش قرارات فنيه مع ناس محترفين زيكم في الصحافه. المدرب بيقول دي اجابتي او رايي، فحضرتك لو تقبلها اوكي، لو مش هتقبلها بيقول لك انا غدا ان شاء الله هنتظر اشوف ارائك هي في الصحافه واخد منها برضو. As a coach I don't follow in this trap to discuss technical options with the press. المدرب بيقول لك انا كمدرب عمري ما وقعت في هذه المصيده ان انا اناقش قرارات فنيه. For me I'm like a singer. I sing. If you like it you say I'm okay. If you don't like it you say I'm not okay. I respect your opinion. هو كالمغني بيقول لك انا بغني وبعد كده انت لو عجبتك الاغنيه بتقول اوكي، لو ما عجبتكش الاغنيه بتقول برضو مش حلوه، بيقول لك وانا بقول اوكي. بمنتهى الهدوء كيروش بيحط نقاط ازاي تتعامل معاه في المؤتمر الصحفي. الهدوء ده هل هو طبيعه كيروش؟ لا، الهدوء ده ناتج عن نتيجه ايجابيه. المدير الفني خارج من ارض الملعب نفسيا راضي عنها تمام الرضا، فده حوله ان هو يقابل اسئله المحررين والساده الصحفيين الزملاء الاعزاء بشكل فيه نوع من انواع الهدوء. لان كيروش قبل كده في امم افريقيا كان في بعض الرسائل بتيجي مصوره كان بيتحدث عن الاعلام الرياضي المصري بشكل سلبي، ان قولوا الحقيقه لجماهير كره القدم المصريه، فهو محمل بصوره ذهنيه سلبيه، فهدوءه كان ناتج عن النتيجه. لان هنلاقي في الاستعراض بعض المديرين الفنيين ما كانش عندهم نفس الهدوء اللي عند كروش لانه طالع راضي عن النتيجه. النقطه الثانيه ان هو حط لك الاسس، قال لك انا انت اسال السؤال باحترام، انا هجاوب السؤال باحترام، لو مش متقبل ده خلاص ما تبقاش متواجد داخل المؤتمر. قراراتي الفنيه انا المسؤول عنها، انا راجل مغني بقول اغنيتي، عجبتك اهلا وسهلا، لم تعجبك
اهلا وسهلا. لو انت عايز تتناقش معايا في قرارات فنيه انا كمدير فني لا اسمح بده. انت ممكن اشوف بقى ارائك دي وانت صحفي محترف تاني يوم ان شاء الله وابقى اشوف انا ممكن اخد بيها ولا لا. الموضوع سهل، الموضوع بسيط. بعض الساده الصحفيين بياخدوا الموضوع بشكل شخصي مع المدير الفني وبيسالوا اسئله، سيبك من انها بتكون اربع خمس اسئله في بعض ولكن السؤال طويل جدا. كمان في ادق ادق اختصاصات المدير الفني اللي هو سهل جدا يقول لك مش عايز اجاوب على السؤال ده. سل مؤتمرات الصحفيه في العالم كله دلوقتي هي مايند جيم ما بين المدرب والصحفيين. انا عجبني جدا ان كيروش خد الجيم للحته اللي هو عايزها وسجل اجوان. بالنسبه لي كيروش عارف ان المؤتمر الصحفي هيروح كله لحتت معينه لنقد حتت معينه، كيروش قلب الدفه وده ذكاء كبير جدا. تختلف تتفق في قرارات فنيه بس انا عاجبني شخصيته في الحته دي، وغالبا المدربين البرتغال بيكونوا مميزين جدا في ده وهم بيعرفوا يلعبوا المايند جيم ده. سبحان الله المدربين البرتغال اغلبهم ده. كيروش خد الموضوع للحته اللي هو عايزها، انت اتفرجتش على الماتش، بدا يعمل الهجوم وبعد كده امتص الامور. وانا بقول بقيه المؤتمر كله كيروش كان بيغرد منفردا وبيقول اللي هو عايزه. ده فكرني بيورجن كلوب كان في مواجهه ستيفن جيرارد رايح وهو بيدرب استون فيلا لاول مره وهيكون لقاء وليفربول، وانتوا عارفين جيرارد مدرب تاريخي. دخل كلوب المؤتمر الصحفي عارف كل الصحفيين هيسالوه في ايه، راح رمى كده دعابه قال النهارده انا مش هجاوب على اي حاجه تخص ستيفن جيرارد. الناس ضحكت، راح قايل 1 2 3 نقاط هو عايز يقولها في الموضوع ده وخد باقي المؤتمر كله للحته اللي هو عايزها. المدرب الذكي بيقدر يتعامل مع المؤتمرات الصحفيه بشكل ذكي وبشكل فيه اداره الجيم ده. وان كان على جانب اخر بعيدا عن ذكاء المدرب لازم كمان يكون طرح الاسئله في شكل لائق والتنظيم نفسه يكون بيساعد المدير الفني انه يكون اهدأ بكتير. كمان عندنا كارتيرون وهو موجود عشان ناكد لكم بس ان القصه مش اهلي وزمالك، احنا بنناقش قضيه المؤتمرات الصحفيه وما يحدث فيها من صخب. كارتيرون في بعد لقاء فاركو في كاس الرابطه كان عنده موقف واضح، نشوفه ونرجع نعقب. يلعب في نادي الزمالك يعني لعيب يعني مش اي لعيب كويس يقدر يلعب في نادي الزمالك، انك تلعب في نادي الزمالك محتاج مسؤوليه وتقدر تتحمل الضغط بتاع الفانيلا. بعد كده اي حاجه حصلت يعني مشاده مع الجمهور، اي خناقه مع الجمهور او اي لعيب طالع كان يعني كان معترض، مش ده المهم بالنسبه له النهارده. المهم بالنسبه له النهارده الاداء اللي كان في الملعب. مش في الدين اوباما سيسونامي في دو مونس مون تكنيك مون. Quand vous avez vos diplômes d'entraîneur, vous permettrez de donner ce genre de choses, de parler comme ça. On ne parle pas comme ça. بيقول لك لما تبقى معاك رخصه التدريب بتاعتك يبقى ممكن تتكلم كده عن معناها ايه. اوباما ما يقدرش يلعب في الزمالك ده رايك؟ ايوه بيقول لك ما يقدرش يسال كده. بيقول لك انت سالت سؤال وهو جاوب، ما تعلقش بعد كده على اللي خلاص. هو جاوب عليك وخلاص، ما تعلقش على اللي هو جاوب على هو قال. ده في جزء جدا مهني يعني يسمح لنا أصدقائنا وزملائنا الصحفيين نحن بس نتناقش فيه ببساطة، لأن الموضوع مش فكرة مزايدة على حد والله، وكل واحد بيشوف شغله. ولكن كارتينو اتكلم في نقطة معينة، أنت بتسأل سؤال أو بتطرح فكرة أو بتناقش في حاجة، ده حقك فنيا. أما فكرة تقييم لاعب إن هو يعمل أو ما يعملش، هنا ده تجاوز، أنت مش بتقيم لمدرب. وكمان كارتيرو اتكلم في نقطة بلاحظها كتير جدا من المؤتمرات الصحفية وبرضه أنا عندي تحفظ كبير عليها، فكرة إن المدير الفني بيرد فبيبدأ يحصل الديبيت والتعقيب والجدال، ده مش مطلوب خالص. خلاص سألنا السؤال، المدير الفني رد في إطار قناعاته، أنا مش بناقشه في قناعاته، ده مش انترفيو يا جماعة. الانترفيو أنا ممكن أجيب المدرب أناقشه في قناعاته أقول له ده ينفع وما ينفعش، إنما أنا باخد خبر صحفي بسأل الإجابة خلاص، إنما إن أنا أبدأ أناقشك وليه ده وأصل لأ ده غلط وده صح، الموضوع بيتجاوز فكرة إن أنت بتسأل سؤال عشان تعرف إجابته، بتسأل عشان أنت عايز تقول قناعاتك أنت مش قناعات المدرب، وده مؤتمر صحفي مع المدرب مش مع الصحفي. نفس اللي قاله كارتيرون قاله هو بالظبط كيروش بس بشكل مختلف، ان انا مغني يعني هغني الاغنيه وانت عجبتك الاغنيه عجبتك ما عجبتكش ده موضوعك وشانك. لكن انا ما زلت مصر ان انا اكد على نقطه مهمه جدا لازم برضو الصحفي يحطها في الاعتبار وهو بيتعامل مع المدير الفني، وهي الحاله النفسيه للمدير الفني المترتبه او المبنيه على نتيجه المباراه وظروف المباراه. حتى لو انت فايز كان في حاله رضا
او حاله عدم رضا، لان احيانا المدير الفني بيكون فريقه فايز لكن هو خارج مش راضي عن اداء الفريق ومش راضي عن بعض المهام اللي المفترض كانوا لاعبيه يقوموا بيها وما عملوهاش، وبالتالي ممكن يكون في حد من العصبيه، حد من النرفزه، حد تاني ممكن يتعامل بشكل هادي، بس الهدوء ده بيساعد دايما في نتيجه المباراه. قلنا كيروش، قلنا كارتيرون، عشان نروح لبيتسو موسيماني ونشوف موضوع بقى مش تقييم لاعب ده رايك فيه ايه، لا ده انا حكمت على لاعب ان هو لاعب سيء بتلعبه ليه. نشوف احد المؤتمرات الصحفيه للنادي الاهلي، وعايز اقول ان في فارق كبير جدا بين كيروش اللي بيتعامل مع المؤتمرات الصحفيه على مسافات بعيده وازمنه متباعده بحكم طبعا المباريات المنتخب، مش زي مباريات الدوري، ما بالك بقى بفريق او لا فريق دوري او مدير فني لفريق بيشوف المؤتمرات الصحفيه دي كل 72 ساعه، فاكيد الظروف هتكون مختلفه. عشان لما تشوف فيديو بيتسو موسيماني نرجع نعقب، عندنا تعقيب مهم، نطلع ونشوف الفيديو. اوريدي جيف ذا اوبورتيتي تو عمار. عمار ماست بلاي وينر. حضرتك بتقول بتدي فرصه لويس مع انه لاعب سيء، وكان ممكن تدي فرصه لعمار، وبيقول لك هو عايز يلعب وينج. عمار هيلعب وينج؟ So Luis must not play. Oh, Bill, and if Luis will not play. Are you serious? Why must not Luis play? Why must not Luis play? Why Luis will not play? Why? Why when Hussein come in you don't ask? Why make Hussein be in the middle? Why when Hamdi comes you don't ask? Why you ask about Luis? Why you ask Luis specifically? Who won the free kick? Who win the free kick? من جاب ضربة حرة جاب منها جول. Where did we get the goal from? From Luis. Tamam. Luis is a player of Al Ahly and he will play. Luis will play here. Luis بيلعب هنا. The same opportunity as Hamdi, the same as Bouchard. عنده نفس الفرص زي أحمد عبد القادر، حمدي عبد القادر وزي حسين، زيه زيهم. Everybody. كلها على And I substitute everybody. وبغير أي حد. I substitute Tao whether he score or not. Tao جاب جول. I substitute Sharif. I substitute أفشار. بغير شيء. I substitute everybody. أي حد ممكن أغيره. تمام. We don't have a star here. ما عندناش نجم الفريق. We have all equal good players. عندنا لعيبة كلها بمستوى واحد كلهم كويسين. تخيل ان ده بعد مباراة الاهلي وغزل المحلة، نرجع بالذاكرة كده، كنا متقدمين 2-0، رجع غزل المحلة 2-2، وفي الدقيقة يعني بلس 90 قدر لويس يحصل على ضربة حرة سددها علي معلول، سجل الهدف الثالث. السؤال ده كان اخر سؤال في المؤتمر الصحفي، مش لعصبية بيتسو موسيماني، ولكن لان كان المؤتمر الصحفي ماشي باطار هادئ جدا، اسئلة يستحق انها يعني جديرة انها يتم الإجابة عليها من قبل المدير الفني، وجاء السؤال ده لدرجة ان حتى صحفيين تواجدوا في المؤتمر الصحفي طلعوا قالوا احنا مش عارفين يعني ليه اتسأل السؤال ده، واحنا مش بنشوف الصحفي ده كتير في المؤتمرات الصحفية، والبعض لو شايف ان انفعال بيتسو موسيماني عشان خاطر ميكيسوني او صفقة ميكيسوني نفس الانفعال ده حصل بعد مباراة اعتقد الاهلي وسموحة اللي كان فيها محمد الشناوي لما اتسأل عن الشناوي دافع عن محمد الشناوي بمنتهى القوة، فبالتالي هو بيدافع عن لاعبيه وبيرسي قاعده مهمه جدا ان مفيش حاجه اسمها لاعب في النادي الاهلي مش على مسافه واحده من كل اللاعبين، النجم هو الفريق، لويس زي حسين زي قفشه زي محمد شريف، انا بغير ده وبنزل ده، انا المدير الفني. فتخيل السؤال بيتقال له انت اشركت اللاعب السيء ده ليه؟ ده ممكن يكون سؤال يتجاوب عليه حتى بنوع من انواع الهدوء، حتى لو انت ظروفك النفسيه فايز 4-5-0 على المنافس وطالع مبسوط بكوباية الشاي بتاعتك، أعتقد كان سؤال غير مهني على الإطلاق، ورفقا بالمديرين الفنيين الأجانب والصورة اللي بتتكون عند المديرين الفنيين الأجانب من المؤتمرات الصحفية المصرية. موسيماني كان رده بفكرة أنا محدش هيتكلم في الفنيات غيري هنا. هو موسيماني عمل حاجة يعني مهمة جدا. أنا على فكرة رغم التباين ما بين كيروش وكارتيرون وموسيماني التلاتة إجاباتهم عجبتني. كيروش كان بيتسأل في حاجة فنية وخد الموضوع لسكة هو عايزها. هنا موسيماني أنا في رأيي السؤال ده كان بيقلل من احترامه، لأن لما أنا أقيم له وأقول له ده يلعب أو ده ما يلعبش واصف لاعب بتاعه بالسيء، هنا الراجل ده كان بيدافع عن هوية فريقه، وهو كقائد للفريق كان لازم يعمل كده. وعشان كده في نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا بشيد بدكتور عمرو محب مترجم النادي الأهلي
في المؤتمر لما اتسأل مؤخرا عن فكرة خارج الفنيات خالص، فقال له يا فندم اسأل في المؤتمر. يمكن دي من أهم الرسالة اللي احنا ممكن نخرج بيها كمان في الفقرة دي، لأن البعض حتى اتكلم مهنيا في فكرة المترجم، هل هو مفترض يترجم نصا اللي بيتقال أيا كان ايه هو، ولا مطالب ان هو يرد رد زي ده؟ يعني ادعي ان انا ده قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي، وجلسة تمت مع المترجم. أنا جاي ان اي سؤال بره لازم انا جاي لده. انا ادعي يعني انا خريج ألسن فمهتم بالترجمه ودي دراستي. اولا فكره ده هنا كمان مهنيا ان انت مفترض تترجم اي حاجه بغض النظر عن الموضوع او اللي اتقال، فكره ده ليس صحيح. انا لو معايا حد لا يعرف لغه وحد بيكلمه في موضوع وخرج عن الموضوع، او حد عابر اتكلم في حاجه مش مفترض يتكلم فيها، انا مش مفترض ان اتوجه مثلا باساءه او بحاجه شخصيه. لا، انا راجل كمترجم ليا جوب ديسكريبشن واضحه ان انا جاي اترجم اللي ما يخص المباراه من احداث فنيه، مش جاي اترجم وجهات نظرك او جاي اترجم حاجه انت بتقولها خارج الجوب ديسكريبشن بتاعتي. فعشان كده قرار النادي الاهلي او الحاجه اللي بيحمي بيها موسيماني كان صحيح جدا. ولكن عندنا فايلر ايضا كان له نقطه مهمه جدا فيما يخص ان انت بتحط معايير كمان للمدير الفني انت ما بتسالوش في المباراه. نشوف فيديو فايلر ونشوف كان رده ايه على الصحفي. Je rigole. Je rigole. Parce que tout le monde qui connaît le foot, qu'est-ce que vous pensez? On va gagner tous les matchs? Alors en Égypte, c'est le seul pays qu'un club va gagner tous les matchs. C'est même pas en Angleterre, c'est même pas en Espagne. C'est impossible. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut gagner tous les matchs 3-0. Et les adversaires sont des pipes ou quoi? Ça, c'est le foot. Et si tu as fait un premier tour comme on a fait et vous avez donné les raisons, maintenant on a des absents, on a des joueurs qui sont blessés, on ne peut pas garder tout le temps le même niveau. Mais ça c'est incroyable. Qu'est-ce que, comme ça il ne faut plus jouer, mais c'est fini. Allez, gagne tous les matchs, il faut jouer. Il faut plus, pourquoi vous venez au stade, pourquoi? Hey, on gagne tous les matchs, c'est normal, parce qu'on est Ali. C'est normal, c'est le foot. سؤال استاذ احمد، استاذ احمد عصام، السؤال بيقول بالرغم طبعا مبروك على الفوز، برغم الاداء برغم فوزك النهارده الجماهير يمكن بتحفظ على وانت غيرت طريقه لعبك ولعبت لعيبه جديده بتلعب لاول مره بتحاول توجد حلول عشان تحسن الاداء، لكن برضه في علامه استفهام حوالين الاداء، الجماهير بتتكلم في الاداء مش راضيه عن الاداء. فزي ما انت شفت متضايق وقال طبعا يعني ده منطقي، دي كره قدم، مفيش فرقه بتكسب طول الوقت، يا اما خلاص الناس تقعد في بيوتها ويقولوا خلاص الاهلي هيكسب، مفيش فرقه بتكسب 3-0 كل ماتش، يعني مفيش فرقه ثانيه بتنافس، الكلام ده مش موجود غير في مصر، في اوروبا الكلام ده مش موجود، وفي حضرتك نفسك ذكرت ان في اسباب وفي معوقات، وبالرغم ده احنا بندي اداء كويس وبنكسب، يعني مفيش فرقه بتكسب على طول، ده طبيعي، احنا الدور الاولاني انهيناه بدرجه كامله زي ما انت شفت لعبنا ازاي وكان منظر شكله ازاي، المفروض يبقى يعني متقبل ان في بعض الاخفاقات في بعض المباريات او الاداء مش بالشكل اللي منتظرينه، ده ما يقلش من قيمه الفريق. وكرر تاني في الاخر مفيش فرقه بتكسب على طول. Et tout le monde qui veut, aussi si on a des absents, aussi si on gagne beaucoup, tout le monde qui veut que la performance est toujours super haut, il faut jouer pas de foot, il faut pas regarder de foot, il faut jouer PlayStation. وكل جماهير بلاي ستيشن، وكل الجماهير اللي بتتمنى ان المستوى يبقى اداء هايل وتكسب على طول وكده ما يلعبش كره قدم، يلعبوا بلاي ستيشن، لان في كره القدم ما فيش كده. المشكله ان انا حتى في البلاي ستيشن بخسر كتير يعني. انت متخيل، هل تعتقد ان الصوره دي كلها بمعزل عن سياقتها؟ بمعنى ان كيروش وموسيماني وكارتيرون وفايلر هذا الكم من الاعتراضات كمان، بعيدا بقى عن الكلام في الاداء، انا برده هنا عايز اخد جمهور النادي الاهلي الحته. فايلر كان ايضا يتعرض لنقد لاذع فيما يخص الاداء في المؤتمرات الصحفيه وان الجمهور مش راضي، عشان احنا بس احيانا بننسى وبنقول ان الاداء كان طول الوقت كويس. اللي قاله فايلر ده هو جوهر كره القدم، مفيش حد بيقدم كره ممتعه طول الوقت، مفيش حد بيقدم كل حاجه طول الوقت، مفيش حد بيحقق كل اهدافه طول الوقت، لان دي مش طبيعه كره القدم بس يا جماعه، دي طبيعه الحياه. ولما احنا بنقول دايما ان الاهلي استثنائي، الاهلي استثنائي، ولكن النادي الاهلي ايضا يخضع لقوانين اساسيه، ولكن استثنائيته انه مقارنه بنفس الاوضاع مع اقرانه بيتفوق عليهم، مش ان هو النسخه الخارقه التي لا تنهزم ولا تخسر ولا تقدم اداء غير جيد، ده مش موجود لا في الحياه ولا في كره القدم. الغريب ان السؤال ده تم توجيهه لرينيه فايلر يوم 29 اغسطس، يعني بعد فوز الاهلي على المصري 2-0، مباراه فايز فيها في دوري محسوم اكلينيكيا بشكل كبير جدا،
بيتم التعرض لمثل هذه الأسئلة عن فكرة الأداء وعدم رضا جماهير النادي الأهلي عن الأداء. طبعا ده زي ما قلنا وقفة مع المؤتمرات الصحفية، يعني خدناها من كيروش لمدير فني للنادي الزمالك لمدير فني للنادي الأهلي. نتمنى يكون في تنسيق وتنظيم أفضل يليق بالتطور اللي حصل على الدوري المصري، ونشوف ده جزء من التطور في كرة القدم المصرية. نتمنى إن شاء الله منتج الدوري المصري ومنتج الكرة المصرية يستحق أن يخرج بأفضل شكل ممكن، خصوصا الإمكانيات موجودة.